مساء الخير مشاهدينا وحلقة جديدة من حلقاتنا في الليلة. والليلة ليلتنا راح تكون غير. راح نتكلم عن موضوع المخدرات والجريمة. نتساءل معاكم هل أصبح انتشار تعاطي المخدرات في دولة الكويت ظاهرة؟ أم لا زالت في نطاق محدود وتعتبر يعني حالات خاصة؟ وأيضاً راح نتساءل عن هل أصبح خلف كل جريمة حالة إدمان وتعاطي ايضا نبي نتناول موضوع الدور الاسري والجانب الامني والنفسي واثره في الحد من انتشار المخدرات. راح نناقش كل هذا معكم الليله مشاهدينا الكرام في حلقتنا الخاصه من الليله وراح يكون معنا اللواء بحري طلال المونس مدير عام الاداره العامه لخفر السواحل وايضا الاستاذ عبد الله نعمه اختصاصي علاج نفسي في مركز علاج الادمان وكذلك راح يكون معنا المحامي صالح الصقري رئيس مركز مكافحه الادمان والمؤثرات العقلية في جمعية المحامين فكونوا معنا. وباء يفتك بالمجتمعات وداء يضعف كيان البشرية. وابتلاء ما ان طال احدا الا وترك اثره السلبي المخدرات عدو للانسان مواجهته واجبه ومحاربته مسؤوليه يلجأ مروجي المخدرات إلى استخدام طرق مختلفة لتهريبها وترويجها بين أفراد المجتمع. ومن أشهر الطرق المتبعة لتهريب المخدرات يكون عن طريق البحر. فمن جهتها تسعى الإدارة العامة لخفر السواحل ببذل كافة الجهود للتصدي لمهربي المخدرات عن طريق البحر. الحين في الليلة اللواء بحري طلال مبارك المؤنس مدير عام الاداره العامه لخفر السواحل مشاهدينا لوزارة الداخلية دور كبير في محاربة انتشار المخدرات ومن أكثر الجهات المرتبطة في مكافحة المخدرات هي الإدارة العامة لخفر السواحل باسمي واسمكم مشاهدينا نرحب في اللواء بحري طلال المبارك المونس مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل حياك الله معنا أكيد ومساءك خير حياك الله أخت دكتور نورة وأنا سعيد في تواجدي بينكم و شكر خاص لتلفزيون الكويت على هذا البرنامج التوعوي ان شاء الله نفيد فيه المشاهدين ان شاء الله. وجودك اكيد وتلبيتك لهذه الدعوه هي اضافه لتفاصيل كثيره اكيد ودنا ننقلها للمشاهدين عن دور خفر السواحل وخلينا في البدايه نتكلم عن دور الاداره العامه لخفر السواحل وجهودها اللي تقدمها. طبعا الاداره العامه لخفر السواحل هي تعتبر من اقدم الادارات في وزاره الداخليه. مرت الاداره العامه خفر السواحل في ثلاث مراحل في تكوينها حتى كانت حتى اصبحت الان لدار العامه خفر السواحل من عام انشئت في عام 1954 تحت مسمى قوه خفر السواحل وتغير مسماها في 1962 الى اداره خفر السواحل وتغير الهيكل التنظيمي الجديد لوزاره الداخليه واصبح مسمى ب 2002 الاداره العامه لخفر السواحل الاداره العامه لخفر السواحل تختص باختصاصاتها هي مكافحه التهريب وضبط التسلل أوه. والبحث والتحري والامن الوقائي وتقديم المساعدات والانقاذ المصابين وتقديم المساعده من يحتاج الى مساعده. أوه. هذا بشكل مختصر لاختصاصات الاداره العامه خفر السواحل. دورها ومهامها، انا ابي انطلق في البدايه مع عن دورها في تامين الحدود البحريه للكويت فابي اتكلم عن هذا المنحى في البدايه. خفر السواحل تشمل ست إدارات تعمل كفريق أمن متكامل أه 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 تقوم بتحقيق هدف أسمى للإدارة العامة خفافيش سواحل وهو جزء من هدف وزارة الداخلية في حفظ الأمن في المياه الإقليمية الكويتية وضبط جميع المخالفات والتهريب بشتى انواعه ومن ضمنها المخدرات. <applause> وهو موضوع حلقتنا لهذه الليله وانا بتكلم عن طريقه الاساليب المتبعه في اداره خفر السواحل ومن خلالكم اكيد لضبط مهربي المخدرات نبي نحط هذا الموضوع هو الاساس في حلقتنا لليوم. طبعا احنا لما نتكلم الاساليب اللي تتبعها خفر السواحل في ضبط التهريب يعني لله الحمد زودت خفر السواحل في زوارق وامكانيات من رادارات واجهزه ملاحيه ورصد ومتابعه وطراريد سريعه لضبط المتجاوزين، بالاضافه الى وجود منظومه راداريه يعمل عليها كادر كويتي وطني على مدار 24 ساعه 24 ساعه، رغم التشويش اللي فيها الا انها بخبره العاملين عليها قدرت تقوم بالعمل والواجب اللي عليه. <applause> بالإضافة إلى هناك إحصائيات وتبادل المعلومات مع حرس حدود وخفر السواحل في المنطقة في نقل هذه المعلومات وإسقاط هذه المعلومات إلى خطط لتوزيع وانتشار الدوريات في مواقع اللي قد يكون فيها عمليات تهريب. النقطة الأخيرة. في اساليب وهناك يعني يعني شيء نفتخر فيه اللي في عندنا ضابط من الإدارة العامة خفر صباح القائد اللي هو المقدم العقيد الركن مبارك الصباح الآن مستلم منصب نائب الأسطول قائد الأسطول الخامس في مملكة البحرين وزملائه من ضباط الاتصال هناك يقومون في نقل المعلومات وتبادل المعلومات حق خبر السواحل ودول المنطقة ويقومون بمراقبة الشريط الحدودي ونقل المعلومات وعلى أساسها نضع كذلك الخطط في انتشار الدوريات لضبط المياه الإقليمية الكويتية أنا بأرجع لما شاء الله جهودكم كبيرة وواضحة في التفاصيل اللي ترويها لنا ولكن لماذا يلجأ المهربين لهذا النوع يعني ما خلينا نقول عن طريق البحر يكون هو تهريبهم شو السهوله اللي هم يشوفونها في الحدود البحريه او شو السهوله انهم ينقلون التهريب في عن طريق البحر طبعا البحر ما هو مثل البر بوابات ودخول وخروج وتفتيش وهذا <applause> البحر مفتوح ولكن هناك يعني هو يظن المهرب هو طور نفسه باستمرار في عمليات التهريب وطرق التهريب لكن لله الحمد يعني هناك حس وطني وحس امني لرجال خفر السواحل أه يعني ساعد في عمليات ضبط كثير من صحيح. عمليات التهريب مؤخرا وهو أكيد. يعني أه وعاده ما يلجا الى سوء الاحوال الجويه يظن ان خفر السواحل ما هو متواجد في في المياه الاقليميه أه لان مياه موج عالي فدوريات ما راح تطلع لا لا احنا 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 نوصل رساله احنا موجودين على مدار الساعه متواجدين واذا يعني احتاج الامر نستعين في القوه الجويه في طيران العمودي التابع وزارة الداخليه او سلاح الجو التابع لوزاره الدفاع الطيران العمودي كذلك او الاخوان في الحرس الوطني كل امكانيات الدوله متوفره ومقدمة في حماية المياه الإقليمية الكويتية لا يظن المهرب أن إحنا في سوء الأحوال الجوية نقعد لا إحنا متواجدين ونوصل لها رسالة بهذه النوع أحب أكيد أذكر شكر يعني من خلال وزارة الإعلام ومن خلال برنامج ليلة نحن نوصل تحية أكيد وشكر لكل الجهود المبذولة لمنتسبي خفر السواحل أكيد على هذا الجهود اللي هم يقدمونها نشوف بعض أكيد فيديوهات حصرية مع المشاهدين تخص هذا القطاع وهذه الإدارة في خفر السواحل ويعني ما شاء الله تبارك الرحمن يعني عزيمه كبيره واصرار كبير واراده كبيره علشان احنا ننتشي هذه الظاهره الموجودة في بلدنا وكويتنا الغاليه والحبيبه اكيد يعني يتصدون لهم قطاعاتنا الحكوميه بكل الوزارات واحنا اليوم بصدد ان نتحدث عن خفر السواحل تحديدا، خلينا نتكلم طلال عن الضبطيات المختلفه اكيد صار عندكم خبره في الاساليب المتبعه لمروجي المخدرات ويعني اللي هم مختصين في هذا التهريب. طبعا المهرب لهم تلاعب اكيد هو المهرب يعني متى ما انت تقوم في ضبط عمليه تهريب معينه فهو يطور نفسه يغيرها الى طريقه اخرى. وهو يعني خاصة في البحر مثل ما قلت لك يستغل سوء الأحوال الجوية ويظن عدم تواجد خفر السواحل أو في 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 المياه الاقليميه لكن الحمد لله دورياتنا متواجده يتم وضع خطط خاصه في سوء الاحوال الجويه في عمليه تحرك الدوريات باستمرار وبانتظام في مواقع يشتبه فيه او حسب الاحصائيات انه ممكن ان يكون في عمليات تهريب، بالاضافه الى بعض من الضبطيات اللي تمت في سوء الاحوال الجويه وخروج دوريات خفر السواحل واذكر طبع او غرق دوريه من الدوريات الا ان احنا وصلنا الى الجزيره وجزيره كبر وتم ضبط كميه وتعتبر هذه الكميه من اكبر الكميات اللي ضبطت هذا العام. تقدر بحوالي 600 كيلو من ماده الحشيش. عساكم على القوه امانه على هذه الجهود اللي احنا ودنا نقضي على هذه الافه، انا المفروض ان نستعرض صور مع المشاهدين اكيد تخص الضبطيات الضبطيات اللي صارت عن طريق خفر السواحل، ودنا احنا نعلق على هذه الفيديوهات. هذه احدى الضبطيات اللي تمت في جزيره كبر. وطلع <applause> لها رجال خفر السواحل في سوء احوال جويه كانت بالفعل سيئه وهذه احدى التغطيات اللي تم انتشال كميات من المخدرات في قاع البحر كان المهرب واضحه في البحر على اساس انه يجي التاجر وياخذها لكن رجال خفر السواحل مثل ما تشوفين قاعد يطلعونها من قاع البحر وفي يعني ظلام دامس مثل ما تشوفين بالليل وهذا واجبنا يعني ما هو يعني في منا ولا شيء احنا قاعد نحمي اهلنا واخواننا والمقيمين على مقيمين على ارضنا فبالتالي ما نقوم فيه هذا هذا واجب علينا ان نقوم فيه مثل ما تشوفين هذه الكميه الحين قاعد تطلع لك يعني هي. كميات كبيره موجوده في قاع البحر في قاع البحر كانها نعم. في محطه انتظار الى ان ياتي التاجر انه هو ينتشلها من البحر ولكن كنت لهم بالمرصاد لالتقاط هذه الكميه اللي ما هي قليله يعني يمكن بعد في عندنا صور اخرى شوفي هذه الكميه طلعت وياك هذه الكميه في قاع البحر ومغلفها مغلفها في نظام البيطة اللي يسمونها على أساس يجي تعجر يأخذها ويمشي لكن الحمد لله رجال خفر السواحل قدروا أن يساهم على القوة اساهم أم. على القوة انا بعد ادري ان هم يستخدمون احيانا يعني حسب المعلومات اللي وردتني من فريق الاعداد انه ممكن يستخدمون اللي هي الطراريد او الزوارق الصغيره لتهريب المخدرات يمكن تكون لهم بشكل اسهل هذا كاسلوب متبع من عندهم صحيح هو دائما يتبع الطراريد الصغيره يظن انها ما تشاهد في الرادار او انها مخفيه ما بين موجتين ولكن رادارات الزوارق قادره على ان تكشفها وانتشار الزوارق في مياهنا الاقليميه يعني من وحدات عائمه وزوارق وطراريد باذن الله قادره على كشف مثل هذا النوع من هذا وان شاء الله في يعني هناك خطط استراتيجيه في تطوير المنظومه الراداريه عندنا لتكون منظومه تشمل جميع العاملين في المجال البحري سواء خفر السواحل، القوه البحريه، الاطفاء البحري، الهيئه العامه للبيئه، الثروه السمكيه، كل هذه الجهات راح تكون عناصر مشاركه في وضع متطلباتها في هذا المشروع باذن الله ليكون مشروع سور بحري كامل. يغطي واضح ده. وجميل إنه يكون في تضافر لهذه الجهود من خلال أكيد أكثر من قطاع. أيضا راح نشوف مع بعض صورة خاصة وحصرية لبرنامج الليلة نشوفها مع بعض أيضا يمكن ضبطية أخرى. ودي تشرح لنا عن هذه الصورة؟ والله هذه الضبطية هذه هذه بعد ما تم إخراجها من البحر شفتيها لتوم الساعة؟ اللي قبل شوي قبل شوي هذه هي الكمية اللي طلعت من البحر، شوفي الباورات اللي على الجنب، هذه الباورات اللي, كانت اللي تستخدم انتقلتها كثقل في في قاع البحر <applause> آه أنا شفت كأن قفازات الكمية تحت يعني يحفظها يحفظها في قفاز أساس <applause> أنه ما <معي> يدخلها يدخلها ماي <applause> <كحاجز>. مثل البلاستيك <applause> 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 يعني أمانة جهودكم كبيرة وأنا ودي أتعرف قلت لي قبل شوية عن الإحصائيات ف يعني ودي أعرف مع المشاهدين شنو أكثر المواد اللي هي منتشرة أو تم ضبطها من خلالكم والله دكتورة نورة يعني إحنا يعني البحر أو الكميات المخدرات دائما متنوعة ما بين حشيش ومواد الشبو <applause> شبو يعني هذه أكثر المواد اللي يتم ضبطها من خل من عن طريق البحر <applause> أه الحشيش هو الاكثر كميات يتم ضبطها <applause> ولكن الشبو أه رغم قلتها لكن في تصنيعه يكون كبير اها <applause> يعني لما نقول 130 كيلو مقابل 600 حشيش لا 130 كيلو هذه في تصنيعها واعاده <applause> تدويرها راح تكون كميه كميه ضخمه <applause> يعطيكم العافيه على هذه الجهود المبذوله ارجع من جديد اكرر اكيد لكل منتسبي اداره الاداره العامه لخفر السواحل، انا ودي اعرف كيف يتم التنسيق بين اداره خفر السواحل وايضا الاداره العامه للمخدرات بعد هذه الضبطيات. طبعا خفر السواحل تعمل مع جميع الجهات ومن ضمنهم الاداره العامه لمكافحه المخدرات، ولكن في الاختصاص المكاني في ضبط الجرائم في البحر يكون من اختصاص خفر السواحل وبالتعاون مع الجهات الاخرى ولكن حسب الاختصاص المكاني هو دور خفر السواحل في عمليه الضبط وكيف يتم الاستفاده من كلاب الاثر في هذه الحالات لتتبع مهربي المخدرات هل هي ايضا من ضمن الادوات اللي ممكن تستخدمونها والله انا احب اشكر الاخوان في اداره الاثر يعني حلوا لنا كذا كذا اشكاليه اشكاليه كذا لغز يتعلق في بعض المهربين واكتشفوا كميات ما نراها في العين المجرده ولكن مكرم السامع الكلاب الاثر قدرت انها تكتشف في الطراد اللي احنا ضبطناه ولكن مخفيه في جركل او تب مخشوشه ما تنشاف لكن مكرم السامع كلاب الاثر قدرت هم ساعدتنا كلاب الاثر في في عمليه ضبط وبحث في جزيرة بوبيان على متسللين مهربين داخل الجزيرة ومن خلال كلاب الأثر قدرنا أن نعرف وين وجهتهم وين نطاق وجودهم في الجزيرة فكان لهم دور فعال ودور أساسي الآن إحنا كل ضبطية يكون دور أساسي كلاب الأثر والأدلة الجنائية في أخذ البصمات واخذ هذا ليكون يعني يعني آه ماده حقيقيه ودفار. ودليل مهم. ملموس مادي على المهرب آه ودي اتعرف ايضا عن الاساليب المتبعه في آه التهريب وايضا تم الكشف عنها آه امور اخرى ممكن نحن نريها نرويها للمشاهدين طبعا الاساليب عديده للمهربين يعني أي آه آه في في قاع البحر يرميها اي يرميها ويطلع اي قارب اخر ياخذها يكون في خزانات الديزل مثلا يعني مغلفه تغليف كامل في خزان ديزل انت تبطلي ديزل تلاقين وقود ديزل وهو داخلها كميات توضع على ساحل البر في علامه معينه ياتي اخر ياخذها طرق عديده احنّا يعني يمكن نقول فترة الصيف وفترة يعني يمكن الحداقة في البحر ويكونوا موجودين بكثرة ويعني يمكن إذا شافوا هذه السفن أو هذه الطراريد المشبوهة نبي نعلمهم شلون المفروض أو كيف أن أهما يتصرفون ويعاونونكم ويشاركونكم أيضاً كوزارة الداخلية بشكل عام كيف إن ممكن يتخذون إجراء معاكم. من خلال برنامجكم أحب أشكر إخوان الحداقة مواطنين أو صيادين مقيمين. الأمانة متعاونين يعني إذا شافوا شيء يبلغونه يبلغون عنا لغرفة العمليات أو غرفة خفر السواحل أو الدورية لما تكون موجودة <applause> أحب أشكرهم شكر جزيل لكن أهم من أحب أوصيهم حين مشاهدة أي جسم يشتبهون فيه غريب أو طراد يشتبهون فيه في مياهنا الإقليمية غريب <applause> آه عن طراريدنا ما عليهم الا الاتصال في غرفه عمليات وزاره الداخليه 112 واحد واحد آه او آه غرفه عمليات خفر سواحل 1880888 ثمانية 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 <applause> آه يبلغون راح تيهم التعليمات ياخذون منهم بيانات راح تيهم التعليمات شنو راح يسوون <applause> اذا ما في اتصال عندهم قناه في آه اتش اف 16 <applause> ممكن يتواصل مع اي مركب قريب منه من خلاله يوصل معانا في خفر السواحل على قناه 16 مع احد زوارقنا وتوصلنا الرساله <applause> يعني هذه باختصر اللي <applause> اللي ودي يتصرف, يتصرف في هذا لا يقرب منه مجرد يبلغ <applause> وين موقعه شنو نشوف وتكون خفر السواحل ان شاء الله أكيد موجودة. يعني خلينا نقول ما ما قصرتوا وإحنا في فترة الصيف والحداقة يعني تبارك الرحمن إذا ما كان في سوء في الأحوال الجوية أكيد المرتادين كثار وإن شاء الله تكونون مستفيدين من هذا التوعية اللي إحنا قلناه مع اللواء طلال في مشاركته معنا في كيف إنه ممكن تتصرفون إن كان عبر الاتصال أو إن كان إنه حتى حددت إنه هو في الموجة اللي يستخدمونها أكيد بيه. للإبلاغ وان يكونون بعيدين عن هذا الخطر ويقومون رجال خفر السواحل في الواجب، ايضا ابي اعرج عن موضوع الداخليه ووزاره الداخليه واتكلم من خلالك عن دورهم اللي يقومون فيه بشكل عام كوزاره الداخليه حول التصدي لظاهره انتشار المخدرات. دور وزاره الداخليه واضح في تصدي بكل حزم مع هذه الظاهره من خلال تتبع وتبادل معلومات من خلال المصادر السريه الموجوده ونقل المعلومات عن طريقها فبالتالي دور خفر السواحل او وزاره الداخليه تحديدا ومن ضمن خفر السواحل او الادارات الاخرى في كبح جماح المهربين وتسليمهم العداله بالضبط والجرم المشهود. يعني عساكم على القوه وانا اعرف ان اكيد كل المشاهدين يمكن مؤخرا جرائم كثيره تصير في دوله الكويت ويمكن اول اول اشاره للاسباب تكون لي ممكن يتعاطى ممكن مدمن في الآونة الأخيرة صرنا يعني حتى في الشوارع يعني لا تطق هرن حق أي شخص في موجود ممكن تثير أعصابه ممكن هذا ما أدري هو شخص طبيعي أو شخص مدمن كثير صرنا نسمع في الآونة الأخيرة وإحنا ودنا نطمن الناس من خلال برنامج الليل لأن الجهود المبذولة كبيرة من خلال قطاعات دولة وإحنا نتحدث تحديدا اليوم معاك اللواء طلال عن خفر السواحل يعني للتصدي لهذه المهربين احنا 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 لما نقوم نكافح المهربين ما نقوم الا حمايه لابنائنا واهلنا اهل الكويت كلهم جميع ما يعني ما نتمنى لهم المضره او انه يندرج تحت هذا هذا التصرف من تهريب او تعاطي او هذا احنا متواجدين في الجزر متواجدين على الساحل ننصح اخواننا مرتادي البحر خاصة من الشباب التقيد في قواعد الأمن والسلامة التقيد في تواجدهم حتى على الجزيرة عدم الإزعاج إذا شاهد أي شيء يبلغ خفر السواحل ارفع التليفون وقول والله أنا أشاهد مشتبه في حالة احنا راح نجي ونتعامل مع هالحاله بسريه تامه ونوديها لجهه الاختصاص في وزاره الداخليه تقوم باقي الاجراءات نتمنى السلامه للجميع وعدم تعرض ابنائنا جميعهم الى هذه الافه. اللهم امين ويمكن موضوع المهربين صار عندهم تطوير تطوير في طريقه الوسائل اللي هم يدخلونها علينا من مواد مخدره جديده من طريقه وطرق التهريب اللي هم يستخدمونها ان كانت في كل المنافذ يعني واحنا وعلى وجه التحديد لخفر السواحل لكن تحكي عن المياه الاقليميه، كيف تتعاملون مع تطويرهم وتغييرهم لاساليبهم وخداعهم هذا اللي قاعد يصير في تهريب هذه المخدرات؟ اليوم بتوجيهات من سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه وسيدي وكيل وزاره الداخليه بتشكيل لجنه في اعداد مشروع المنظومه الراداريه للمرحله الثانيه هذا المشروع ان شاء الله اذا تم باذن الله احنا في في طور اعداد المواصفات او تطوير المواصفات راح يساعد في 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 مكافحه تهريب المخدرات من خلال راح يكون من خلال هذا المشروع في عديد من المميزات في الكاميرات الحرارية وتتبع في الرادار في نظام الإي اي اس نظام التتبع الإلكتروني في حتى مكافحة التلوث في حتى الثروة السمكية راح يساعدهم هذا المشروع راح يساعد تحديدا يبين اختراق مياهنا الإقليمية من أي مركب غريب غير معرف في شاشه الرادار جهود كبيره وجباره وراح نتعامل معها مباشره أنا أشوف أن ما شاء الله تحظون في رعاية ودعم سامي ومعية يعني أنتم تحت مظلة أيضا تعملون في كل أكيد الأسامي اللي ذكرتها كل باسمه أكيد نوجه له تحية جميل أن احنا نشوف هذا تضافر الجهود نشوف أن قطاعات الدولة الحكومية أيضا مع بعضها تعمل لتنسيق أجندتها في تصدي هذا النوع من التهريب أنا ودي أيضا أتلمس معاك موضوع وتفاصيل توضيح أخذ منك عن تنسيق خفر السواحل مع الدول الشقيقة واللي يربطنا معهم من حدود بحرية اه إحنا باستمرار في, في في لقاءات جانبية مع الدول اه المجاورة سواء إخواننا في المملكة العربية السعودية الشقيقة يعني اتصال دائم عن طريق الهاتف عن طريق الواتساب عن طريق زيارات سنويه هذا ناهيك عن الاجتماعات لقاده حرس الحدود وخفر سواحل لدول مجلس التعاون الخليجي باستمرار سنويا في تمارين مشتركه في اهداف ورؤيه واحده وهي مكافحه المخدرات والجريمه والقرصنه وما يؤثر على مياهنا الاقليميه كدول خليج وهناك كذلك اجتماعات مع اخواننا في الجانب خفر السواحل والقوى البحريه في العراق وكذلك مع اخواننا في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وقاده حرس الحدود في خفر السواحل في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه في تبادل المعلومات وضبط المهربين سواء من الجانب الايراني او من الجانب الكويتي فبالتالي احنا كخفر سواحل وبدعم من القياده في وزاره الداخليه تطوير هذه العلاقات وتطوير تبادل المعلومات باسرع وقت حتى يتم ضبط الجناة وضبط المهربين باسرع وقت. جميل هذا الحرص وهذا التعاون يكون داخل الكويت والان نرى على نطاق اوسع من خلال الدول المجاوره خلينا نقول بشكل اشمل للقضاء على افه المخدرات ويعني امانه طمنتنا من خلال وجودك معنا اكيد ونطمن اكيد المشاهدين ان دائما تلاحق وزاره الداخليه وايضا احنا اليوم موضوعنا عن خفر السواحل بان دائما هم موجودين العين الساهره للتصدي لمثل هذه المحاولات وهذه الاساليب منها اللي هو تهريب المخدرات واكيد اقول لك كل الشكر اللواء بحري طلال مبارك المونس مدير عام الاداره العامه لخفر السواحل واكيد اترك لك الكلمه الاخيره قبل ان نختم لقائنا. والله انا اشكركم على هذا اللقاء وحرصكم على توعيه شبابنا ومن هذه الافه احنا في مجال خفر السواحل ودام تكلمنا في خفر السواحل انا احب اوصي اخواننا واحنا حاليا في الصيف تكلمنا عن مخدرات كثير الحين نتكلم على خفر السواحل وما نتمناه من اخواننا مرتادي البحر وخاصه اللي على الشواطئ اللي يسبحون ارتداء السباحات حالات غرق كثيره نتمنى السلامه للجميع ارتداء السباحات حرصا لهم ولعيالهم وانصح اولياء الامور متابعتهم في هذا الشان حرصهم وعينهم عليهم بالاضافه الى مخالفات الجيسكي وهذا احنا ما نبي نتشعب فيها لان موضوع المخدرات ولكن اتمنى السلامه للجميع و صيف امن ان شاء الله ان شاء الله شكرا لوجودك معنا اكيد اضفت لنا قيمه في هذا الحوار وكل الشكر والتقدير لوجودك معنا والاحترام ونوصل سلامنا لكل العاملين في خفر السواحل اكيد نقول لهم عساكم على القوه على كل يجويد. هذه الجهود المبذوله مشاهدينا راح نروح لفرقتنا اللي موجوده معنا اكيد ومن ثم فاصل ونرجع معكم نواصل حلقتنا لهذه الليله thank you أُنتجت مادة الكيميكال ومشتقاتها ضمن جدول المؤثرات العقلية والمخدرات، ويعتبر تداولها وحيازتها ونقلها وتعاطيها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الكويتي. يروج تجار المخدرات مادة الكيميكال بين أوساط المراهقين، وتتكون من مواد كيميائية شبيهة بالبودرة، ولها تأثير إدماني خطير. يصاب متعاطي مادة الكيميكال المخدرة بأعراض هلوسة ذهنية مصحوبة بانفصال عن الواقع مع زيادة في ضربات القلب ويعاني من اضطرابات في الجهاز العصبي ويصبح أكثر عدائية. الإدمان على مادة الكيميكال المخدرة يؤدي بالشخص إلى الجنون وفي حالات كثيرة ينتهي الأمر بالوفاة. انتبه من أصدقاء السوء ولا تجربها أبدا. احذر ان يتم استدراجك الى عالم المخدرات تنتشر آفة المخدرات بين افراد المجتمع وتسعى الدولة بجميع مؤسساتها لإيجاد الحلول لهذه الآفة فالقضاء على المخدرات يحتاج إلى تكاتف جميع الجهات الرسمية والأهلية للتصدي لهذه الظاهرة الحين في الليلة الأستاذ عبد الله نعمه اختصاصي علاج نفسي في مركز علاج الادمان المحامي صالح الصقري رئيس مركز مكافحة الإدمان والمؤثرات العقلية في جمعية المحامين مشاهدينا ظاهره انتشار المخدرات تعتبر قضيه متداخله وجميع جهات الدوله تلعب دور كبير في مكافحه المخدرات الحين راح نناقش هذه الظاهره من جانب صحي نفسي وايضا من جانب اخر وهو الجانب القانوني رحب باسمي واسمكم مشاهدينا بالاستاذ عبد الله نعمه اختصاصي علاج نفسي في مركز علاج الادمان وايضا بالمحامي صالح الصقري رئيس مركز مكافحه الادمان والمؤثرات العقليه في جمعيه المحامين الكويتيه اهلا وسهلا فيكم ومساءكم خير مساء النور ونتشرف بهذا المقابله الطيبه فيكم الله يسلمك انتشار. الله يسلمك احنا في البدايه خلينا نعرج مع الاستاذ عبد الله خلينا نتكلم عن الموضوع من حيث انه هل تحول انتشار تعاطي المخدرات كظاهره مجتمعيه نعم لا شك اكيد ان اليوم نتكلم عن افه المخدرات فعلا انتشار وانتشار سريع جدا وبالاخص يعني صغار السن نتكلم عن المراهقين ويعني الفئه العمريه نعم نعم انتشار سريع لسهوله توفرها اللي يعني قلت قيمتها رخص يعني القيمه الماديه فنعم اكيد ومنتشر اصلا حتى في المدارس في كثير من الاماكن اليوم مه. ولا نجد صعوبه اصلا في انتشارها راح نتكلم في تفاصيل اكيد تخص موضوع المخدرات في حلقتنا لهذه الليله ولكن ابي اتكلم مع محامينا الاستاذ صالح هل صار شعار كل جريمه تحصل في الكويت ان وراءها متعاطي او مدمن آه بالبدايه يعني للامانه يعني اغلب الجرائم في الكويت او رول الجنايات بمعنى اصح اليوم 90% من الرول جرائم مخدرات سواء اتجار او سواء تعاطي واغلب الجرائم الاخرى فاعل تلك الجرائم 90% منهم متعاطي المواد المخدره بالفعل كل جريمه وراءها مخدرات هذا صحيح حقيقه يعني وليس البعض منها لا الأغلبية، الأغلبية 90% من تلك الجرائم فاعلي تلك الجرائم مدمنين المواد المخدرة. يعني متعاطين. يعني للأسف الشديد آفة المخدرات منتشرة، يعني للأسف الشديد يعني حنا اليوم كان محامين في دوائر الجنايات، أغلب القضايا متهمين بقضايا تعاطي مخدرات أو تجار أو جلب. القضايا الأخرى من قتل، سرقة إلى آخره 90% منهم مرتكبي تلك الجرائم متعاطي نعم للمواد المخدره مه. كيف استاذي كيف ان احنا نقدر نشخص المدمن كيف يتم تشخيصه كيف نطلق عن على الانسان انه هو مدمن او مدمن. وقع في مرض الادمان مه. نعم مرض الادمان نتكلم عليه دكتوره نوره بطريقه بسيطه اكثر عشان يفهمون يعني المشاهد يفهم. اكيد اكيد آه هذا المرض هو نهايه المرض على فكره مه. كيف الموضوع في البدايه ما قبل المراحل ما قبل الادمان <applause> قبل الادمان هناك مرحله اسمها التعاطي <applause> قبل التعاطي هناك مرحله هي التجربه وما قبل التجربه هناك مرحله هي اضطرابات الشخصيه وهي تبدا اصلا من يعني فتره المراهقه <applause> ويكون هنا يعني الوعي عند الانسان مشوش وافكار مشوشه وقله خبره في الحياه والبحث عن الاثاره والاندفاعيه فيقع في مرحله التجربه للبحث عن الاثاره أوه. تمام؟ ثم تتحول هذه المرحله اللي هي التجربه الى مرحله التعاطي. ومرحله التعاطي للبحث عن الاستمتاع والحصول على النشوه اللي هو يبيها ويبحث عنها في هذا العمر. أوه. ثم تنتقل الماده من مرحله التعاطي الى مرحله الادمان وتكون هي الماده جزء لا يتجزا من حياته. أوه. انا عشان اقعد من النوم اتعاطى، عشان اروح دوامي اتعاطى عشان اقعد مع اهلي خلاص تبدا تكون جزء لا يتجزا من حياته مه. فمربوطه في جميع تفاصيل حياته اذا هو في دائره مرض الادمان مه. هذا هو مرض الادمان اذا صار جزء من حياته هني نقدر نقول عن المريض مدمن الان ابي اتناقش معك اطلقت على هذا التعاطي والادمان بانه هو مرض ابي اعرف لماذا هو مرض وكذلك ابي اعرف ما الفرق بين التعاطي والادمان تمام مرحلة التعاطي مثل ما قلت للدكتورة أن تسبق مرحلة الإدمان. مه. مرحلة التعاطي تكون يعني يقع المريض في إنه يجرب المادة ممكن يوم. مه. وبعدها تدخل فترة أطول يمكن بعد شهر. فيتعاطى المادة بفترات متقطعة ونسميه التعاطي المتقطع الغير منتظم. مه. ثم ينتقل إلى مرحلة التعاطي المنتظم. كل ويك او كل فتره معينه خلاص يربطها ب وقت زمني معين <applause> ثم لا تزيد اعتماديه الجسم على هذه الماده فيدخل الى مرحله او التعاطي اليومي فتنتقل من مرحله تعاطي الى الادمان. مرحله اللي هي بشده خلينا نقول انه هو تكون لزاما عليه بشكل خلص. بشكل يومي. يمكن قاعد يشرح الاستاذ انه كيف يكون المدمن في في مراحله وفي مراحل تعاطيه من البدايه وحتى اللي هو يعني تندمر حياته وخلصنا. ما يعينا في عقوبات في الاخر ما يعين فيها امور تترتب عليها حياته ستختلف حياته يمكن يخسر اهله يخسر دوامه يخسر كثير مزايا موجوده في حياته ان كان شخص صحي بعيدا عن هذا التعاطي لا شك في اثار مترتبه على التعاطي من الناحيه النفسيه والصحيه وكذلك القانونيه توجد عقوبات رادعه يعني المشرع الكويتي لم يذخر يعني اي شيء في هذه العقوبات على متعاطي المخدرات سواء المواد المخدره او المؤثرات العقليه ولكن للاسف الشديد من يعني من ثمان سنوات الى تسع سنوات غياب التوعيه طبعا التوعيه نقصد التوعيه طبعا التوعيه بالاثار المترتبه وكذلك التوعيه القانونيه يعني انت كجليس الحين الجليس اذا زار احد المنازل والمنزل هذا او المكان هذا مؤد للتعاطي، الجليس يعاقب في نظر القانون يأخذ عقوبة سنتين يعني توجد عقوبات رادعة ولكن للأسف الشديد ما في تسليط ضوء على هذه العقوبات لو كان في يعني تسليط ضوء وتوعية لكان البعض منهم يعني ترك هذا الادمان او التعاطي <applause> مع راح اتكلم عن موضوع غياب التوعيه خصوصا احنا جزء من المجتمع من خلال وزاره الاعلام اللي تضع جهود كبيره في التوعيه البرامجيه ان كانت او كانت اعلانيه جهود ضخمه من خلال وزاره الاعلام احنا رح نتكلم عنها، انا عندي رقم سيعرض الان للجهات الخاصه بالابلاغ عن جرائم المخدرات وطبعا مثل ما انتم شايفين اللي الاتصال الرقم هو اسفل الشاشه واحب اكيد استكمل معك حوارنا كيف هي التوعيه المطلوبه لانقاذ خلينا نقول المجتمع من هذه الافه التوعيه التوعيه يعني احنا قلنا التوعيه القانونيه التوعيه الصحيه النفسيه الاجتماعيه يجب على المجتمع الكويتي تسليط الضوء على هذه الافه من خلال زياره المدارس منابر المساجد المجمعات التجاريه الجمعيات وزاره الاعلام كذلك القنوات جميعها تلفزيون وزاره الاعلام يجب تسليط للامانه يعني من اليوم العالمي لمكافحه المخدرات الى اليوم وزاره الاعلام يعني ما قصرت للامانه سلطت الضوء صحيحا يعني على هذه الافه يعني خاصه تنبيههم من الناحيه القانونيه في ناس تخاف وفي ناس من الناحيه الاخلاقيه والصحيه لان المدمن اذا فتح يعني ملف في مستشفى الادمان او علاج الادمان يعني باشر حتى الضباط حتى بعض الوظائف ما يدخلونه يعني لها اثار ملامسه الى القبر يعني مشكلتها كبيره يعني يجب ان التوعيه تكون بهذا الشكل تقصد ان التوعيه تكون يعني ننزل على الميدان من ضمن تكون التوعيه بين نعم الناس وتكون ايضا من خلال الاماكن اللي هي يكون فيها الجمهور بشكل اكبر صحيح. معكم وايضا مع مشاهدينا راح اشوف وياكم تقرير اعدوه بشكل خاص فريق الاعداد معنا في برنامج الليله حيكون عن مدمن متعافي. كنتي الاسره لما ما لقيت احد يحتويني بالاسره رحت دورت الاحتواء هذا برا. بلشت اتعاطى ماده الحشيش وبعد فتره يعني ما قامت تسوي معي شيء. فاتجهت اني ادخل معاها مواد ثانيه لان خلاص ان ما قدرت اسيطر على اي شيء، قام اي شيء يصير قدامي اتعاطى. ادمنت لمده 12 سنه وكنت اتحايل على اهلي دائما اني اغيب عن البيت فترات طويله يعني توصل بالايام. اذا خلصت المخدرات اللي عندي كنت اتحايل طرق وايد عشان اخذ منهم فلوس و... وردت تعاطى ثاني مره. في نهاية السنة هذه جابت لي اكتئاب نفسي و... ودمرت حياتي بالكامل. طبعا كنت اتعاطى بكل مكان يعني سياره بالشارع بالبيت بالمجمعات اي مكان اشوفه فاضي اوقف وتعاطفي كنت احس المخدرات تعوضني عن شغلات وايد ناقصه فيني. أه كنت احصلها عن طريق يعني البياعين. بالنسبه لنا كمدمنين كنا أه كنا أن أه كن كان انك تحصل مخدرات شيء وايد سهل يعني. أه نعرف بعض وواحد يعرف واحد و وكان وصولنا للمخدرات المخدرات شيء يعني جدا جدا سهل. ندري في مراقبه وفي بس أه المخدر كان ماخذ حقه يعني من المخ ما يخليك تفكر بأي شيء وما تخاف من شيء جيت هنا بعد ما حاشني اكتئاب يعني ما في مادة قامت تسوي شيء معي صارت لي قضية انفصلت من شغلي سمعت إن في ممكن إني أتعالج دلوني حق المكان وجيت والحمد لله يا رب لغاية الآن فترة علاجي مكمل تقريبا سبع اشهر لله الحمد ويوم عن يوم الحمد لله حالتي قاعد تتطور وقاعد احس عقلي بدا يرجع لي شوي شوي انا سعيد بالنقله اللي صارت بحياتي يعني من انسان مهمل يعني بالشارع لغايه انسان متعافي وتقريبا الكل ياخذ كلامي لله الحمد أكيد نشكر مركز علاج الإدمان في دولة الكويت ونرجع أكيد مع محاورنا كنا نشوف فيديو خاص لبرنامج الليلة لأحد المدمنين المتعافين من مركز علاج الإدمان وأكيد إن على معرفة معه ما نعرف إن إحنا نطلق الشفقة أو يعني نعتبره مريض أو نعتبر المدمن هو مجرم أكيد راح أتناول مع محامينا هذا الموضوع عن عن موضوع إنه هو مجرم أو لا ما رايك في هذا كيف تصف المشهد آه طبعا هذول الفخر المتعافين احنا احنا نفخر فيهم طبعا واسال الله أن يتمم عليهم امين آه المدمن من الناحيه الصحيه هو نعم اكيد مريض ويعاني يعني الكثير من المعاناه لان في مرحله الادمان يخسر اول ما يخسر يخسر نفسه صح. ويدخل في صراعات مع نفسه ثم ينتقل تنتقل دائرة الخسران والفقد هذه إلى تتوسع إلى الأسرة مه. الزوجة الأم الأبو العيال بعدها تتوسع المجتمع فينطوي في على نفس المدمن مه. فيعيش يعني في قاع المرض في دائرة سوداء ظلماء وهذا مه. هو هذا المرض يسحبك احنا نسميها قاع المرض يخسر جميع حتى وظيفته من مكانته لذلك ترى لما ميت حي نعم لما يتعافى تبي حق هذا المجتمع ترى يجد صعوبة يجد صعوبة أنت أنت يبني من من الظلمة بروحي من قاع المرض تبيني أرجع حق حياة ثانية أو أرجع حق حياة طبيعية فيعانون عشان يرجعون لذلك يعني البرنامج التأهيلي العلاجي يعني في مجهود كبير لإعادة إلى المجتمع واداء حياته بطريقه افضل او طبيعيه نقول صحيه. <applause> يعطيكم العافيه على جهودكم في مركز آه علاج الادمان اكيد ولكل العاملين فيه، احنا نبي نستقطب لربما في اسره تتابعنا عندها مدمن بشأبي. خلينا نقول على خفر واستحياء انهم مو عارفين كيف انهم ينقذونه من اشلاء الاشكاليه اللي هو اساسا فيها ومن صراعاته ومن المعاناه اللي هو فيها، خلينا ننقل للمشاهدين كيف نقدر نستقطبهم ليبدا رحله علاجه في الادمان ما هي المهارات ما هي المزايا ما هي الخدمات اللي ممكن تقدمونها وكيف جوده حياته راح تنتقل من الى بفضلكم اكيد آه فضل الله وفضله هو واحنا ان شاء الله احنا الوسيله الارشاديه اللي نقدر نساعده <applause> دكتور الشيء بالشيء يذكر انت قاعد تقول الاسره اليوم انا ترى قاعد انتبه في يعني في المراجعين عندنا والاسر ايضا اللي قاعد يبحثون عن حلول نصدم نلاقي ان الاسره تقول توني اكتشف ولدي انه مدمن ولما نسال المدمن يقول انا صار لي عشر سنين او خمس سنين ست سنين اتعاطى. هذا دليل واضح يعني ان الاسره اليوم ما فيها الوعي الكافي والاستبصار في خصائص هذا المرض وطبيعه سلوكية هذا المرض. ولدي ينام فترات طويله، ولدي ما ينام اكيد يعني تلاقين اسئله لكن لا يجدون لها اجابات. فهذه دخلت يعني وضحت لنا احنا كمعالجين ان الاسر نعم تفقد كثير من الوعي والمعلومات الكافيه عن هذا المرض <applause> هذه من ناحيه الناحيه الثانيه لما نتكلم شلون او شلون نقدر نساعد الاسره او المريض اليوم احنا في وسيله تواصل عن طريق الهاتف في الخط الساخن <applause> ان يتواصلون عن طريق الخط الساخن في مركز علاج الادمان وفي كل السريه <applause> الشيء الثاني لا تتردد اليوم كاسره حتى لو شنو كانت بنت لان يعني في ناس متحفظين بنت انا <applause> بنتي لا يعني روحي وسالي ما في فتح ملف في البدايه استشاره انا استفسر اي اعرف خدمات المركز احنا في في العيادات الخارجيه بالعكس لنا يعني مفتوح الاذرع والصدر عشان نوضح دور المركز اليوم حق مساعده المريض ومساعده الاسر لان الاسر تعاني فهذه هي الوسيله اما عن طريق الخط الساخن او الاستشارات مو شرط تفتحون ملف وسريه تامه وبالعكس يعني نشرح كث... التفاصيل يعني وفي البرامج العلاجيه من دخول المريض حتى انتقاله الى مرحله تاهيليه. واضح وعسى الله يعني يبارك لكم سعيكم في هذه الرؤيه وهذه عم. الرساله اللي اكيد تبنيتوها من خلال العاملين وايضا من خلال من خلال مركز علاج الادمان. م. ابي اتكلم كان يقول الاسره 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 هل للاسره خلينا نقول جانب قانوني يقع على عاتقهم بهذا التكتم وغيره؟ لا يعني الاسره طبعا احنا من نتكلم ما يلحقها جانب قانوني ولكن الاسره لها يعني عليها مسؤوليه كبيره وهي الخط الدفاع الاول وهي السلطه الضابطه لتحديد سلوك الابن يجب على الاسره ان تجلس مع ابنائها وتوعيهم من افه المخدرات وامور الحياه يجب متابعه اصدقاء الابناء يجب متابعتهم حتى في الدخول الى البرامج التواصل الاجتماعي، لان قبل فتره كانت اللركة كانوا يجيبونها من خلال برامج. يعني يجب متابعه الابناء، الوسيله صارت سهله. اليوم تاجر المخدرات يستطيع الوصول الى هذا الشخص بطريقه اسهل عن السابق. فلذلك الاسره لها دور كبير ودور فعال ولكن نفس اكد على كلام اخوي عبد الله الدكتور لما قال كثير من الاسر هم لهم توعية يعني كثير من الأسر ما يدرون أن الابن هذا أو ابنهم أو بنتهم هي تتعاطى المخدرات من سنوات في سلوك يعني السلوك العدواني كثير كثرة النوم قلة النوم الحروق يعني في يعني عدة علامات تكتشف أن الابن أو البنت هي تتعاطى مواد مخدرة ولكن الأسرة منح القانون أن تقدم شكوى إدمان طبعًا. شكوى ادمان من الدرجه الاولى ومن الدرجه الثانيه فالاسره ما عليها جانب قانوني يعني بالصمت على ابنها او بنتها يعني هذا خلاصه الكلام ولكن احب اعرج انت قلتي سؤال مهم للامانه هل المدمن مجرم؟ المشرع الكويتي يتعامل بنظره مزدوجه للمتهمين في قضايا المخدرات بمعنى اذا تم ضبطه من قبل رجال مكافحه المخدرات أو رجال الشرطة يتم إحالته إلى النيابة تمهيداً إلى حالة إلى القضاء ومن ثم يتم الحكم عليه إذا كانت الإجراءات صحيحة. هنا اعتبر المشرع الكويتي مجرم. ولكن أعطى سلطة تقديرية للمحكمة بإيداع بإحدى المصحات العلاجية إذا رأت المحكمة أن الصحيفة الجنائية ناصعة البياض ورأت أن هذا الشخص ممكن أن يتم علاجه. لأن الغاية كلها العلاج وليس العقاب. وكذلك القانون الكويتي اعطى الشخص نفسه اذا راح من تلغاء نفسه الى مركز علاج الادمان وابلغهم انه يبي تعالج اعفاء من المسؤوليه الجنائيه وكذلك اعطى الاسره من الدرجه الاولى والثانيه حتى المؤسسه التي يعمل بها المدمن تستطيع تقديم بلاغ شكوى الادمان المشرع الكويتي يتعامل مع مدمن المخدرات او المؤثرات العقليه مره كانه مجرم ومره كانه مريض بل انا اقول اكثر كانه مريض لأن اعطى اعطى انصفه ل... يعني ل... لانه يعدل ويصلح من, من نعم. حاله ووفر له اكيد مركز علاج للادمان وانا ابي اظل معاكم في هذا الحوار وسياقه ولكن ايضا ابي اعرض فيديو خاص لبرنامج ليلى قاموا باعداده فريق الاعداد وهو ايضا لي مدمن متعافي واكيد مثل ما قال الاستاذ ان احنا نفتخر في كل ما تعملونه الآن لفترة علاجكم وأنكم تطلعون من هذا الصراع وتطلعون من هذه الحياة اللي هي حياة لا حياة وترجعون مرة ثانية لأسركم لأهلكم لمحبينكم غالينكم وأيضا لأبنائكم إن كان هو متزوج لعملكم دوامكم الحياة تنتظركم خلونا نشوف البطل الثاني في حلقتنا من الليلة بديت بعمر 17 سنة أه... ايامك كنت ايام الثانويه ابتديت بالمواد الكحوليه بعدها تطورت وياي من ماده الى ماده الى ماده أه... بعدها للامانه قمت اتعاطى جميع انواع اي شيء حصله اتعاطاه خلال فتره التعاطي اول ايام ما تحس انه في تغيير وما تحس ان الكل ملاحظ عليك الشيء هذا بعدها طبعا شوي شوي تدمر امورك العالم اللي حولك يلاحظون انه صار صار فيك تغيرات واختلافات لكن انت تلاحظ ان امورك كلها طبيعيه تدمر حياتك الماديه والاسريه والوظيفيه كل شيء يدمر من حولك خلال فتره التعاطي ما كانوا ملاحظين علي هالشيء ولا يدرون ان أنت كنت لان اكثر التعاطي يكون برا البيت فارجع على وقت النوم كلهم نايمين بالبيت فما حد كان يلاحظ هالشغله لغايه ما يعني اختربت معي الامور فما قامت تفرق سواء تعاطيت داخل البيت او برا البيت ضاع مني والامانه ضاعت مني واي شغلات ثقتي باهلي باسرتي والدتي زوجتي بيتي عيالي كل شيء ضامني تعبتهم لدرجه يوميا شكاوي الادمان علي ما يمديني اطلع المستشفى يعني اي المستشفى مركز علاج الادمان تعالج اطلع من المستشفى من يلاحظون علي اني تعاطيت ثاني يوم يدشون علي اللي هي مكافحه المخدرات والخمور ياخذوني ويرجعوني المستشفى ضليت تقريبا على هذا الموال لو بقولك سبعين مره لغايه ما الحمد لله حاليا انا بطلت الشغله هذه صار لي تقريبا ثلاث سنوات. الحمد لله هذا فضل من الله. طبعا بفتره التعاطي هذه لا كان عندي عقل ولا كنت اسمع من احد ولا تنصحني ولا تقول ولا اي شيء اللي براسي بس فقط انا بسوي لكن لما سلمت نفسي للدكاتره المختصين والاخصائيين الموجودين نفسيين وقمت اشرح لهم شو اللي قاعد يصير وياي بالضبط اعطوني حلول اعطوني مداخل كثيره من المد... من المخارج اللي انا كنت طالع منها، انا كنت حاكم على الحياه حكم ثاني. فلما قعدت وياهم آه... الاخصائيين النفسيين وقمت اشرح لهم شغله شغله صو... يعني كنت انا متصور ان الحياه هذه انتهت معي. بس اعطوني شغلات حلول ما كنت اعتقد ان انا اقدر احلها. آه... هذه رسالتي لكل مدمن. الحل انه تسلم نفسك للفريق العلاجي والدكاتره المختصين واخصائيين نفسيين المختصين وتجرب حلاوه الحياه من غير مخدرات مثل ما احنا جربناها، تعطي نفسك فرصه وصدقني الحياه حلوه. وباء يفتك بالمجتمعات وداء يضعف كيان البشريه وابتلاء ما ان طال احدا الا وترك اثره السلبي. المخدرات عدو للانسان مواجهته واجبه ومحاربته مسؤوليتنا هدينا مع الاستاذ عبدالله الله نعمه اختصاصي علاج نفسي في مركز العلاج الادمان وايضا المحامي صالح الصقري رئيس مركز مكافحه الادمان والمؤثرات العقليه في جمعيه المحامين الكويتيه وارحب اكيد فيكم من جديد تقريبا شفنا ايضا الفيديو الاخر تكلم انه هو فقد زوجته ويعني من خلال التعامل معكم هو تدريجيا عاد لحياته هل المتعافين ممكن يكون لهم دور ايضا من خلال مركز علاج الادمان في في التوعيه ممكن تستخدمونها؟ نعم اكيد اكيد في عندنا مرحله اللي هي مرحله التأهيلية وخاصه اخص في هذا برنامج الهاف واي هاوس او المنزل المنتصف الطريق <applause> هذا البرنامج العلاجي اللي يقدمه مركز علاج الادمان ومدته تتراوح ما بين ست شهور الى سنه <applause> طبعا هذا البرنامج نصح فيها المفاهيم وطريقة التفكير للمريض <applause> نعم فينتقل المريض من مرحلة إلى مرحلة ويتقدم فيها لدرجة أنه يعني طبعا هناك سلوكيات مثلا في ملاحظات على على المتعافين حتى إذا كان مثلا سجل هذا المريض خالي من أي ملاحظات فيترأس مجموعته ويكون مشرف ويكون وبعد في شيء ثاني احنا نسميه حمل الرسالة يذكر قصته لتوعية ومساعدة استبصار المرض لزملاء في <applause> النزلة في في البرنامج التعافي على كلهم ملهم اي نعم وهذه تتم طبعا أسبوعية من <applause> برنامج حمل الرسالة ويكون كلهم هم المرضى ويكون هناك واحد متقدم في مرحلة التعافي يرسل لهم أو يقدم لهم رسالته وخط يعني وقصته مع التعافي <applause> او في البدايه يقص كيف وقع والخسران ودائره الخسائر والتعافي وذاق حلاوه التعافي ورجوعه الى الحياه وماذا استرجع من خسائر في هذه الفتره. احنا سمعناه بختام كلامه وهو يقول الحياه حلوه نعم. يعني هذا نقطه التحول في هذا الامر خلينا نتكلم من خلال مرافعاتك محامينا أه في المحاكم اخطر الجرائم اللي ممكن تكون او المرافعات اللي حضرتك كنت فيها الجرائم من المتعاطين والمدمنين مؤخرا يعني انا حضرت مرافعه كان زميلي ترافع فيها اللي الام قطعت بنتها مع عشيقها قطعتها ذبحتها وقطعتها وضعتها في الثلاجه طبعا كذلك توجد بعد جريمه بشعه يعني فتاه صورت سيلفي بعد ما ذبحت زوجها صورت معاه سيلفي وطرشت الصوره حد زوجها يعني كان الغاضي ينظر لها يعني بشعه الجريمه يعني فوق انك قتلته قاعد تصورين معه وطبعا القياس عليها واجد يعني الـ الابن اللي يذبح ابوه والاب اللي يذبح ابنه ففي جرائم بشعه واحب اكد ان بعض المجرمين او بعض هؤلاء آه لما نكلمهم نقول لهم ترى ذبحت أبوك وذبحت أخوك يقول مو صحيح الكلام هذا طبعا الشبو خاصة مدمن الشبو لأن آه مادة الشبو يمكن الدكتور أعلم تكلف العقل يعني كليا فما يدري عن تصرفاته آه دائر الشق دايما حوله ففي جرائم كثيرة وأصبحت الكويت للأسف الشديد يعني تنافس بعض الدول ببشاعة الجريمة توجد بالكويت جرائم بشعة يعني يندلها الجبين صراحه يعني في المحاكم يعني خاصه جرائم القتل في الاونه الاخيره من ثلاث اربع سنوات 90% منهم 90% منهم يرجح م. انها تكون من متعاطين نعم مخدرات من ابي اتكلم عن الجانب القانوني ايضا في 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 الكويت عن تجديد تجديد العقوبات بالنسبه لتجار المخدرات ايضا نبي ناخذ منحة ومحور لهم المشرع المشرع الكويتي لا شك انه وضع يعني عقوبات رادعه للتجار وكذلك اللي يجلبون المخدرات. طبعا اللي يتجر في المواد المخدره وكذلك اللي يجلب المواد المخدره وليس المؤثرات العقليه تصل العقوبه الى الاعدام. وتصل الى المؤبد يعني يا مؤبد او اعدام. وكذلك في المواد المؤثره العقليه تصل الى 15 سنه. <applause> والتعاطي في المواد المخدرة كذلك عقوباتها يعني المشرع حنا بعض الأخوة يقولون يجب على المشرع التجديد هو وصل إلى عقوبة الإعدام ولكن الفيصل <applause> واللي يجب أن يصير يجب تطبيق حكم الإعدام ليرتدع التجار لما يشوف التاجر قدامه يعدم في قصر نايف الآخرين كلهم يعني خلاص يقول هذا <applause> ولكن في كرادة كثير وعقوبة مشددة أكيد <applause> آه تطبيقها استاذه آه. احنا نقول تطبيق العقوبه توجد احكام اعدام كثيره في السجن المركزي آه. ولكن يجب تطبيقها بعدين انا ليش هذا تاجر مخدرات دخل كيلوات اتلف المجتمع الكويتي آه. اتلف شبابنا وبناتنا انا من يصدر حكم التمييز المفترض ان يتم التصديق عليه ويعاقب اساس آه. شلون انا اخفف الاتجار ماجد يعني في احصائيات اليوم ب 2019 الجالبين بقصد الاتجار 412 وكذلك اللي يتجرون في المواد المخدره فوق ال 314 يعني هذه احصائيه ذكرها اللواء حمد الصريع فاحصائيه كبيره ما راح يرتدع تاجر المخدرات الا بتطبيق العقوبه <applause> خلينا نقول هذا مقترح اكيد واحنا بلا شك نؤمن اكيد في قانوننا في ديرتنا الغاليه الكويت وعلى نزاهتهم وايضا حرصهم الدائم اكيد على كل هذا المجتمع بكل فئاته وحتى احنا في بدايه اللقاء كنا مع اللواء طلال من خلال خفر السواحل وايضا تكلمنا كثير عن تفاصيل تخص تصديهم لي مهربين المخدرات وتجار المخدرات وايضا ضبطي... ضبطيات كثيره حصلت حتى مؤخرا واستعرضناها اكيد بشكل حصري وخاص في برنامجنا الليله واكيد انا احب ان اشكركم واضع لكم الكلمه الاخيره بينكم وبين المشاهد كل في تخصصه تفضل استاذي تكلم قل حاضر أه كلمه اخيره عن هذا المرض المنتشر اليوم في بين عيالنا الرساله الاولى طبعا للاسره دور الاسره وايد مهم احتواء المراهق وايد مهم التقرب اليهم قعدوا مع عيالكم حاولوا تشرحون ولو شيء بسيط عن خطوره هذه المواد اليوم دكتوره ترى احنا نتكلم مو مواد مخدره او اليوم قاعد ندخل في دائره ثانيه الا وهي المؤثرات العقليه المواد المغيره للمزاج العلاجات وهذه فعلا هي اللي خلت دائرة اليوم الادمان تكون جدا و كبيره بين داخل المجتمع فهذا من من ناحيه يعني ككلمه للاسره ايضا هم لا يترددون في موضوع أنه اذا لاحظوا اي ملاحظات على عيالهم انهم يلجؤون الى المختصين الى مركز علاج الادمان للبحث عن اي استشاره احنا نتعامل بسريه تامه الرساله آه الثانيه والاخيره حق شبابنا شبابنا يعني في امل وفي آه في علاج لكن يحتاج من عندك لحظة قرار دخولك المستشفى اليوم لا بد أن يكون عن طريق استسلامك للفريق العلاجي نعم أكيد اليوم الحلو أو نقدر نقول في الموضوع كله أن الفترة العلاجية ترى مرة لكن نتائجها جميلة فيما بعد فيما بعد كيف يقرر غائب العقل كيف يقرر هذا القرار الصعب طبعا هو في البداية راح يقع في دائرة الخسائر ودائرة الخسائر آه راح يلاقي المريض نفسه انه صار بروحه فيلجا كثير ما يلجؤون الى لتصحيح المسار لتصحيح المسار, المسار لي يعني كسب ما يعني على الاقل القليل ما خسر فهذا هو الباب مفتوح مركز علاج الادمان مفتوح وفريق العلاج موجود فنتمنى ان اليوم الشباب يكون عندهم وعي انه في امل في امل سلّم طبعا نفسه اكيد وان شاء الله باذن الله التعافي موجود والكويت دللت وسهلت من خلال مركز علاج الادمان اكيد شكرا لكل جهودكم المبذوله وكل العاملين والقائمين على هذا المركز وايضا ابي اترك الكلمه الاخيره قبل الختام يعني انا اوجه رساله للامانه أنا, انا أنظم على ما قال عن دور الاسره دور الاسره فعال ويجب ان الاسره تراقب ابنائها باستمرار وتجلس معاهم ولكن رسالتي للمسؤولين في الدوله بانشاء مستشفى يضم لا يقل عن 1000 سرير الى 1500 سرير، مستشفى كبير وفق المعايير العالميه الحديثه للعلاج. بالمقارنه مع المصحات الخارجيه، الاخوان في مركز علاج الادمان مو مقصرين ولكن يجب ان ندعمهم ويجب ان نوفر لهم هذا المشفى لعلاج ابنائنا وبناتنا للامانه، يعني المستشفى فيه 300 سرير، هذه الطاقه الاستيعابيه ما يقدرون يزيدون عليها، فاحنا نبي فزعه وطنيه. <applause> فزعه وطنيه من خلال انشاء هذا المستشفى وكذلك اوجه يعني الشكر الى وزاره الاعلام يعني انا في السابق قلت ان الوزاره لم تسلط الضوء على هذه الآفه ولكن للامانه يعني خلال الفتره هذه سلطت الضوء ونحن نتمنى باستمرار ان تسلط هذه الضوء على هذا الامر يعني لان الامر يهمنا جدا صراحه ويهم ابنائنا وبناتنا الله يعطيك العافيه ومشكورين شكرا. على هذا اللقاء شكرا لكم اكيد ضيوف الليله واكيد مثل ما سمعنا مشاهدينا ودائما وزاره الاعلام تسلط الضوء على مثل هذه المواضيع التي الان اصبحت ظاهره مجتمعيه وراح يكون لنا ايضا اضاءات اخرى في هذا الموضوع وهذا المحور في حلقات استثنائيه قادمه. شكرا لمتابعتكم ونلقاكم قدم في ليله جديده وراح تكون هذه الليله غنائيه مع فناننا علي عبد الله.